طبعا ليك كابتن اسامه، لكن عايز اعرف بقى رايك الحقيقي في صفقه انتقال كهربا للنادي الاهلي. ما فيش شك الصفقة تنجح أو تفشل ده بتبقى بمسؤولية كهربا، مش مسؤولية النادي الأهلي أو مسؤولية نادي الزمالك اللي الصفقة راحت منه. لكن نجاح الصفقة أو فشلها دي بتخضع لشغل كهربا نفسه، وإزاي هيشتغل وإزاي هيتوظف وإزاي هيشغل دماغه وإزاي لازم يكون مركز، وإزاي لازم دي محطته الأخيرة ولا لسه في محطات تانية هنشوفها. يعني كهربا مر عنده محطات كتيرة مر بيها في الدوري السويسري وفي الدوري البرتغالي وفي الدوري السعودي، وبعدين محطة نادي الزمالك وبعدين محطة النادي الأهلي. هل هو لسه عنده محطات تانية في دماغه ولا دماغه هتوديه لحد فين؟ دي الوحيد اللي هيجاوب عليها كهربا من خلال شغله ومن خلال أدائه. وأنا شايفك عمال عامل له إحصائية من الإحصائيات الكبيرة جدا، وإحصائية حافله او مسيره حافله يعني في الشغل. هل المحطه دي هتكون محطته ايه الاخيره المش اخيره؟ هو هيشتغل ازاي؟ الراجل هيوظفه ازاي؟ دماغه نفسها اهم حاجه في الموضوع ده بقى، سيبك بقى من التوظيف وسيبك من الشغل، دماغه نفسها هتكون فيها ايه؟ هل هو عايز يعمل تاريخ هنا ويسطر تاريخ، ولا هو عايز يمر مرور الكرام، ولا عايز يكون صفقه زي اللي اتعملت عليها صفقه من الصفقات اللي اتعمل عليها ضجه كبيره جدا وفي الاخر كانت النتيجه ايه؟ هو ده اللي احنا هنشوفه، اللي احنا بنتمناه نشوف لعيب مميز يأدي بشكل كويس.